إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إذا كنت تعرف الرقم الفرعي أدخله الآن. المحطة القادمة هي. فنانين أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لسماع باقة جديدة من أغنيتكم. نرجو محاولة الاتصال في وقت لاحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قطوف من حدائق الإيمان. إعداد وتقديم شحاتة العرابي. أنا اسمي شحاتة العرابي، مذيع بإذاعة القرآن الكريم من القاهرة بجمهورية مصر العربية. وبداية الصوت أو اكتشاف الصوت كان من مدرس التاريخ في المرحلة الثانوية. بعد انتهاء المرحلة الثانوية ذهبت لكي أبشره الحمد لله بنجاحي والتحاقي بكلية الآداب، واخترت أيضا قسم التاريخ الذي كان هو يعني يدرس لي، لأنه كان بالنسبة لي مدرس تاريخ قدوة، وهو الذي حببني في مادة التاريخ وجعلني أيضا ألتحق بقسم التاريخ في كلية الآداب. ثم انتقلت الحمد لله، يعني أحببت اللغة العربية من خلال سماعي لدروس العلماء في المساجد، وكنت دائما بفضل الله في اللغة العربية بصفة خاصة أحصل على المركز الأول. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان. تقديم شحاتة العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هو ارتبط برنامج قطوف من حدائق الإيمان بالمستمعين وأحبوه لأسباب كثيرة، منها تقديم هذا البرنامج في وقت يتسم بالهدوء والسكينة في الساعة 12 بعد منتصف الليل، فالإنسان ذاهب إلى فراشه يستريح، فالصوت الذي يقدم أو يعني يستحسن أن يستمع إليه المستمع في هذه الفترة لابد أن يستمع أن يتسم بالهمس، لا يكون صوتا مزعجا ينفر الناس أو يعمل يحدث ضجيجا عند المستمع. دخولي للعمل أمام ميكروفون وحديثي مع الناس، ما دمت أن أنا بعد نفسي كويس جدا وبجهز نفسي، فما كانش بقى فيه أي مشكلة بالنسبة لي، لم تحدث معي مشكلة، خاصة في إذاعة خارجية أقوم بتجهيز المادة والإعداد الجيد. لو كانت إذاعة خارجية أو كان على الهواء لابد يكون كأني داخل امتحان. أي عمل أنا بعتبره مثلا أنا ألقي محاضرة فلازم أنا أجهز لها، أو داخل امتحان لابد أن أنا بذاكر كويس، فالإعداد والمذاكرة الجيدة هي بتخلي الإنسان عنده ثقة وينجح بفضل الله. أنا كنت أتعجب من بعض الزملاء القدامى لما كانوا يقول لي مثلا أنت هتقول إذاعة، هتنطق الشعار دلوقتي، هتقول مثلا إيه إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهو بيديني الميكروفون فبيبقى في رهبة، يقول لي خلي بالك، خد بالك أنت هتقول دلوقتي، هتنطق على الهواء، كان هو بيتدخل فيا الرعب. فبقول له إيه المشكلة إن أنا أقول، ما أنا عارف هقول إيه، وبعدين ده أنا بتدرب عليها، ده أنا ليل نهار في البيت بقول الشعار، وانا ماشي في الشارع ممكن اقوله لما الاقي في ضجيج وزحمه او راكب مواصله، بقول بدرب نفسي على ان انا نطق الشعار وان انا ازاي اتكلم، بحيث ان انا ما بقاش اول مره ليا بقول اذاعه القران الكريم من القاهره، فلما اقولها وانا متعود عليها مش هتبقى فيها مشكله. فلما لقاني بقول، هو استغرب ازاي ان انا اول اللمبه بقت حمراء وهبدا وما فيش اي رهبه والحمد لله،
فهو استغرب اللي هو زميلي الأقدم مني اللي هو المفروض بيعلمني. فاتقوا الله في كسب المال وفي إنفاقه حتى يكون لكم الأجر والثواب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي وسادتي، هكذا استمعتم إلى حديث الشيخ محمد متولي الشعراوي المدرس بالمعهد الديني بطنطا. من أوائل الحاجات اللي أنا سجلتها فعلا كان برنامج مع الكتابات الإسلامية في صحافة اليوم، عبارة عن مقالات بتختار من الصحافة، مقالات دينية، وإحنا بنقدمها، ممكن يكون مقال أو اتنين. فالمقال اللي أنا كنت بقدمه في من أوائل المقالات اللي قدمتها كان مقال عن الأم وفضل الأم. لما جيت حتى وأنا بقول الأبيات الشعرية عن الأم، أنا لقيت صوتي اختلف، لأن كانت يعني والدتي لسه متوفاة، ولما قلت الأبيات فحصل اندماج جامد، فأنا بكيت. كانت الأبيات أذكر بتقول إيه: لو أستطيع فديتها بدمائي، أم التي حفظت علي بقائي، فإذا ضحكت ملأتها من نشوة، وإذا بكيت قتلتها ببكائي. هو الصوت كان ليه تأثير كبير جدا على المستمع، وبالتالي أيضا علي أنا. أحيانا كنت في مرة بعد ما طلعت معاش وحصلت مظاهرة الحب على السوشيال ميديا، فكنت ماشي في ميدان التحرير، فكان معايا صديق، فبقول له يعني نشرب عصير برتقال، وبسأل الراجل بقوله بكام، قال لي ب15، أقول له يعني الاثنين ب30، قال لي آه. فلسه أنا بقول فبضحك معاه وكده يعني، فلسه بطلع الفلوس، قال لي حضرتك فلان؟ قلت له آه. قال لي عشان خاطر والنبي ما تسيبش إذاعة القرآن. قلت له والله المستعان، ده مش في إيدي يعني، كان لسه النتيجة ما بانتش أو حد كلمني يعني. في شهر 2 سنة 23 كان مفترض إن أنا يعني أحال إلى المعاش، ولكن لما علم المستمعون بحالتي إلى المعاش رفضوا، لأنهم ارتبطوا بالصوت خلال سنوات طويلة. وأنا كنت الحمد لله حريصا على أن أقدم أجود ما عندي، خصوصا في فترات الهوى. يعني أنا شعر بفرحة كبيرة جدا، خاصة أن هذه العودة لبرنامج قطوف يعني جاءت بفضل يعني دعوات الناس وكلماتهم الطيبة، ويعني أنا شعرت بحب الزملاء يعني جميعا في إذاعة القرآن الكريم وخارج إذاعة القرآن الكريم. يعني عندما دخلت الإذاعة فوجدت حفاوة كبيرة جدا ممن أعرفهم وممن لا أعرفهم. الصوت في المقام الأول إحساس صدق، يعني إذا لم يمتزج الصوت بالأحاسيس والمشاعر والاقتناع بالمادة التي يقدمها مع أحاسيس تتلائم وتنسجم مع المادة، لا يكون صوتا يعني ناضجا ولا صوتا صادقا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.